السلام عليكم ورحمة الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناة ابو يوسف تكنو. دائما احنا همنا الاول والاخير مثل ما نقول انه نقدم نصيحة سواء كان للمتابعين وايضا للشركات. فاذا كانت مثلا الشركات تقبل السلبيات اللي نذكرها بالمراجعات وتحاول تحل مشاكلها وتقدم تجربة افضل للزبون او للمستخدم حتى نكون اوضح، فهذا الشيء نفرح به. ولهذا السبب دائما بالمراجعات من نذكر السلبيات وايضا نتواصل ويا الشركات حتى قدر الامكان نعمل على حلها للمستخدم الاخير وبالتالي حصل على احسن تجربة، اضافة الى انه تطوير بعض الميزات وايضا نحاول نقدم مثل النصائح وبعض الافكار اللي ممكن ايضا تساهم بتطوير منتجات بعض الشركات. وواحدة من هذه الشركات صراحة اللي لازالت تقدم مواصفات وتجربة سنة ورا سنة افضل للزبون او للمستهلك هي شركة رويال الرحماني. ويانا اليوم موديل جديد من موديلات سنة 2024 واللي هي راح تكون أول شاشة من الفئة المتوسطة من شاشات شركة رويال الرحماني لسنة 2024. حيكون يانا موديل RQ93 وهذا الموديل يتوفر بعدة قياسات 55 65 75 بوصة. ويانا بهذا الفيديو حيكون قياس 75 بوصة. طبعا هذا الموديل فئة متوسطة، جوز انه استغربتوا ممكن تقولون انه ابو يوسف الموديل السابق اللي كان 9010 او 9020 9030 كانت فئة اقتصادية، بما معنى انه هذه مواصفات اعلى. نعم هذه مواصفاتها اعلى وراح نتكلم عن تفاصيل مواصفاتها من ضمن هذا الفيديو. فاليوم كالعادة حيكون فيديو فتح صندوق واطلاع اولي حتى نبين محتويات الكرتون وكيفية تركيب الشاشة وراح نتكلم عن مواصفاتها بشكل عام، لكن قريبا ان شاء الله حيكون فيديو مراجعة للشاشة بعد استخدامها لفترة حتى نوضح كافة ايجابياتها وسلبياتها. وكالعادة راح نذكر الاسعار بالنسبة للقياسات الثلاثة في نهاية هذا الفيديو. فخلونا نبدأ بفتح الصندوق حتى نطلع على الشاشة ونتكلم عن مواصفاتها، خليكم معنا. أما بالنسبة لمداخل الشاشة حبائي، فالشاشة تحتوي على أربعة مداخل HDMI، أربعتهم طبعاً 2.1، اثنين منهم الأول والثاني يدعمون دقة 4K لغاية 144 هرتز، أما المدخل الثالث والرابع فلغاية دقة 4K 60 هرتز. أما بالنسبة لمدخل HDMI رقم 2 هو يحتوي على منفذ الارك والإي ارك، يعني إذا كان عندك نظام مسرحي منزلي أو ساوند بار تحب توصل عن طريق كيبل HDMI حتى تحصل على أفضل تجربة صوت، فالHDMI رقم 2 من عنده توصله. أيضا الشاشة بها مدخل الAV كما شاهدون توصيل مباشر. إذا كان عندك جهاز ما يدعم HDMI مثلا بلاي ستيشن 2 أو جهاز سيفر أو DVD قديم مع منفذ USB، كل واحد موجود بجهة، واحد على اليمين واحد موجه للأسفل، أيضا مع مخرج الأوبتيكال الصوتي، مدخل الإثرنت أو كيبل اللان إذا أردت توصل كيبل لان مباشرة من الراوتر للشاشة، أيضا مع مدخل لسماعة الرأس أو الهيدفون، وأهم شيء أنه الشاشة بها مدخل ساتلايت كما واضح موجود على الجانب الأيمن، يعني تقدر مباشرة توصل الواير من الدش أو الصحن إلى الشاشة، وأيضا مدخل الهوائي أو الأريال للبث الأرضي. أما زر تشغيل الشاشة فموجود بالحافة السفلية للشاشة بالوسط تماما، وطبعا بالإمكان تعليق الشاشة على الحائط بكل سهولة، موجود أربع فتحات بظهر الشاشة. We'll be right back.
اهلا بكم مره ثانيه. اذا احبائي ممكن الان بعد ما قمنا بفتح الكرتون وبرمجت الشاشه وتشغيلها، شاشه رويال الرحماني موديل RQ93 وهي احدث شاشات رويال الرحماني لسنه 2024، وهي شاشه من الفئه المتوسطه وبالتالي كمواصفات اعلى من فئه الار ار اف ال اس 9010 و9020 و9030، وراح نتكلم عن مواصفاتها بعد قليل، واللي صراحه راح تكون مواصفات قويه كشاشة بهذه الفئة السعرية. ودائما أول شيء بدنا نتكلم عنه اللي هو الملحقات اللي تكون مع الشاشة. أول شيء عندنا إنه هذه الشاشة تجي بريموتين ذكيات، الاثنين ريموتات ذكية يتم توصيلهم بالبلوتوث مع الشاشة، سواء حبيت تستخدم الريموت الكبير أو حبيت تستخدم الريموت الصغير، يعني هذا الخيار يرجع لك. الاثنين بيهم أزرار مساعد جوجل، وبالتالي ممكن توصيلهم على الشاشة. وبالقناة فيديو عن كيفية توصيل أو اقتران ريموت شاشات رويال الرحماني، حيكون ايضا رابط بالوصف للفيديو، ايضا مع دليل المستخدم او كتاب التعليمات اللي صراحه انصح بقراءته حتى تعرف كل المعلومات الضروريه عن الشاشه. ايضا مع كتاب الارشادات الخاص بكيفيه تركيب ارجل الشاشه، وكما وضحنا بالفيديو قمنا بتركيبها بشكل عملي. الشاشه طبعا تاتي مع 4 بطاريات، كل ريموت الى بطاريتين. اما بالنسبه للشكل الخارجي للشاشه، فحواف الشاشه معدنيه بالكامل، ايضا ارجل الشاشه معدنيه بالكامل، وعن ظهر الشاشة بلاستيكي. وكشاشة قياس 75 بوصة، فطبيعي انه تكون ارجل الشاشة نوعا ما حجمها كبير. اما بالنسبة لظهر الشاشة فيعتبر سمك عادي، يعني الشاشة ما تعتبر نحيفة جدا. اما بالنسبة للمداخل الشاشة فموجودة على الجانب الايسر من هذه الجهة من الشاشة، وكما وضحنا بالفيديو وتكلمنا عنها، اللي تحتوي على 4 مداخل HDMI، 2 منهم 4K 144 هرتز. نعم، دقة الـ 4K، انه هذه الشاشة تدعم اخراج غاية دقة الـ 4K مع 144 هرتز 144 فريم، وراح نتكلم عن هذه النقطة من ضمن المواصفات للشاشة بعد قليل. اضافة الى نقطة الستلايت الداخلي، انه الشاشة تحتوي على ريسيفر او ستلايت داخلي. اما اذا حبيت تثبت الشاشة على الحائط، فموجودة بالظهر فتحات التثبيت الخاصة بالشاشة. وطبعا متكلمين في عدة فيديوهات انه قياسات الـ 75 بوصة واكبر لها ستاندات او قواعد تثبيت خاصة بها، تختلف عن قياسات الـ 55 والـ 65، يكون حجمها اكبر ومكتوب عليها على الكرتون 75 و85 بوصه، فحبينا ننوه على هذه النقطه. اما بالنسبه للسلك الكهرباء، واير الكهرباء فهو واير منفصل. اما الان حنتكلم عن مواصفات الشاشه. هذه الشاشه QLED بدقه 4K مع معدل تحديث او ريفرش ريت 144 هرتز. نعم، 144 هرتز، انه هذه الشاشه ممكن تعرض لغاية دقة 4K مع 144 هرتز 144 فريم، مع 144 هرتز أو 144 فريم فقط إذا قمت بتوصيل PC أو كمبيوتر. كارت الشاشة الخاص بيدعم إخراج 4K 144 هرتز من خلال منفذ HDMI كارت الشاشة، يعني مو كل الكروت تدعم هذه الميزة. أما إذا وصلت جهاز بلايستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس أو إس، فهذه الشاشة أيضا تدعم إخراج 4K 120 هرتز 120 فريم، وكما ذكرت إنها شاشة QLED. أما البانل أو لوحة الشاشة فهي VA. طبعا بالنسبة للمتابعين يعرفون اليوم حيكون فقط فيديو فتح صندوق وطلع أولي وسريع على الشاشة وعلى المحتويات الخاصة بها وكيفية تركيبها وبرمجتها لأول مرة، لكن التجربة العملية ورأينا الشخصي بالشاشة وتجربتها الشاملة راح تكون في فيديو مراجعة لاحقا ان شاء الله بعد استخدامها لفترة، حتى نوضح كافة ايجابياتها وسلبياتها، وايضا نجرب كل ميزاتها ومواصفاتها بشكل كامل، واكيد طبعا منها ال 4K مع 144 هرتز. اما بالنسبة لمحبين الالعاب، فهذه الشاشة تدعم كل ميزات الالعاب المهمة، فتدعم الاوتو لاتنسي مود او الاي ال ال ام، وايضا تدعم كل انواع الفي ار ار، سواء الفي ار ار العادي، الاي ام دي فري سينك بريميوم برو، وكذلك الجي سينك. طبعا حنختبر كل هذه الامور بشكل عملي لاحقا في فيديو المراجعه للشاشه. ايضا الشاشه تدعم الدولبي فيجن جيمنج او دولبي فيجن للالعاب لاجهزه الاكس بوكس سيريس، وراح نجرب انه اذا تدعم لغايه ال 4K 120 او انه ال 4K 60 فقط بالنسبه للدولبي فيجن جيمنج، واكيد راح نوضح هذه النقطه فيديو المراجعه. اما بالنسبه لدعم الشاشه لصيغ ال HDR، فالشاشه تدعم كل صيغ ال HDR المختلفه، سواء كان HDR العادي وايضا ال HDR 10 بلس، لكن ما متاكدين اذا كان دعم ضمني او دعم كامل، يعني حنوضح هذا النقطه في فيديو مراجعه لاحقا. وايضا تدعم الدولبي فيجن وتدعم الدولبي فيجن اي كيو اللي يعتمد على الذكاء الصناعي في معالجه الصوره، واكيد طبعا يدعم ال HLG. اما بالنسبه لتقنيات الصوت، فايضا الشاشه تدعم تقنيه الدولبي اتموس. بالنسبه لنظام التشغيل للشاشه، فالشاشه تاتي بنظام الاندرويد 11، طبعا اندرويد 11 الرسمي المدعوم من شركه جوجل بواجهة الجوجل تي في. طبعا هذا الموديل بنفس المواصفات إلا منه
قياسات اخرى اللي هي 55 بوصة و65 بوصة، وان شاء الله راح نحاول نوفرهم تحت اليد بالقناة، وان شاء الله ايضا حتكون لهم فيديو وفتح صندوق ومراجعة. مستوى السطوع العادي لهذه الشاشة هو 400 نتس، نتوقع انه اعلى سطوع ممكن يوصل 450 نتس، ايضا هنختبر هذا الشيء بشكل عملي لاحقا من ضمن فيديو المراجعة بعد اجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة مستوى السطوع العادي واعلى مستوى سطوع ممكن توصل له الشاشة. اما بالنسبة للضمان لهذه الشاشة من شركة رويال الرحماني فهو ضمان 3 سنوات على هذه الشاشة. اما بالنسبة لاسعار احبائي كما موجودة لدى شركة رويال الرحماني اثناء تصوير هذا الفيديو فهي كالتالي، بيلقاكم طلب الشاشة مباشرة من خلال صفحاتهم وارقامهم اللي راح تكون بالوصف لهذا الفيديو. اذا هذا كان فيديو فتح الصندوق والاطلاع الاولي على شاشة رويال الرحماني RQ93، وهي كما ذكرت شاشة من الفئة المتوسطة من شاشات رويال الرحماني لسنة 2024. انتظرونا ان شاء الله قريبا في فيديو المراجعة للشاشة حتى نوضح كافة مواصفاتها وإيجابياتها وسلبياتها بشكل كامل. أشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. أخوكم أبو يوسف.